هذه خمس رسائل يرسلها الله لك ليخبرك انه يحبك يريد لك الخير وان الفرج قريب باذن الله. فهنيئا لمن وعاها وعرفها وادركها وتدبرها وشعر بها. حقيقة الله عز وجل في البدايه خلقك ايها الانسان لانه يريد لك الخير ويريد لك تيسير امورك. ويريد ان يدخلك جنه النعيم، هذا هو هدف الخلق. هناك من الناس للاسف من يتبع الشيطان ويطغى في الارض ويظلم وياكل الحرام ويرتكب الموبقات ويؤذي الناس مثل هذا الانسان طبعا هذا خارج رحمه الله سبحانه وتعالى. اول هذه الرسائل اخي الحبيب ان يغلق باب امامك كيف ذلك؟ انت تقوم بعمل معين. بتجاره معينه او دراسه او باي شيء تخطط له او زواج، قد يكون مشروع زواج او سفر، وجدت ان الباب مغلق امامك على الرغم من انك اخذت بالاسباب، بذلت جهد كبير، سلكت كل الطرق فتجد هذا الباب مغلق. هذه رساله ارسلها الله لك يقول لك: تمهل قليلا لان هناك خير اكبر سياتي. أو أن هناك شراً في هذا السفر أو في هذا المشروع أراد الله أن يصرفه عنك لحكمة هو يعلمها ولكن فيها مصلحة لك فإذا هنا أخي الحبيب انظر كيف تتحول نظرتك من نظرة تشاؤم ويأس إلى نظرة فرح وسرور وتفاؤل ونظرة رضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى عندما يغلق هذا الباب أمامك وتبدا بالتفكير تقول ما ذنبي انا ان الله اغلق في وجه هذا الباب لماذا يسر لفلان ولم ييسر لي لماذا منعني واعطى فلان ما الذي فعلته حتى يعاقبني الله بهذه العقوبه انه اغلق امامي هذا الباب او انسان اخر قد يفكر بطريقه اخرى الله عز وجل ليس في اعتباراته فيقول انا أغلق هذا الباب لأنني لم الجأ إلى فلان، لأنني لم آخذ بالأسباب، على الرغم من أنه يسعى كما قلنا. أغلق هذا الباب لأنني لو طلبت من فلان لفتح أمامي، هو ينسى تماما أن الله هو الذي يتحكم بهذا الكون، في كل ذرة من ذرات الكون، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. فإذا أخي الحبيب هنا عندما يغلق باب أمامك لعمل انت تحب ان تقوم به مباشره فكر بهذه الطريقه ان الله اغلقه لحكمه هو يعلمها اخفاها عني لمصلحه لي ايضا لأن, لان هذا الباب قد يكون فيه موتي قد يكون فيه هلاكي قد يكون فيه فسادي انا لا اعلم لذلك الله سبحانه وتعالى هنا اعطانا ايه عظيمه جدا انا احبك ان تستحضرها مع كل باب يغلق وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون، اذا هذا نوع من انواع الرسائل التي يرسلها الله لك ليخبرك انه يحب لك الخير فاغلق هذا الباب مؤقتا امامك. ربما يفتح بعد فتره او ربما يغلق نهائيا، فهنا انت سلم امرك لله عز وجل وقل يا رب انت اختر لي. أنت قدر لي ما تشاء وهذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان دائما يتوكل على الله ويقول في دعاء الاستخارة واقدر لي الخير حيث كان ورضني به يعني يا رب قدر لي الخير في أي مكان وفي أي زمن وفي أي عمل وفي وبأي طريقة أنت قدر لي الخير ورضني به اجعلني أرضى عن هذا الخير الذي أنا لا أدركه لأنني لا أعلم لانك انت الذي قلت والله يعلم وانتم لا تعلمون الرساله الثانيه اخي الحبيب قد يصيبك مرض يجب ان تنظر الى المرض انه رساله من الله هذا كلام ربما يبدو غريبا كلنا نمرض هل هناك طفل او صغير او كبير لا يمرض طب كيف انا افهم هذا المرض انه رساله من الله انظر اخي الحبيب اريدك ان تضع قاعده في راسك التي قلناها ان كل ذره في الكون لا تتحرك الا بامر الله وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الكون كله لا في السماء ولا في الارض ولا في في كل شيء لا يغيب عن ربك مهما صغر هذا الامر بل هو مقدر ومكتوب وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين مكتوب عند الله سبحانه اذا المرض مكتوب يجب ان تقتنع معي أن الله كتب كل شيء ولكنه وضع أسبابا قدرها بين البشر في الدنيا وأخفى عنا المستقبل رحمة بنا، فطالما أنك تنظر إلى المرض على أنه رسالة من الله يخبرك بها أنه يريد أن يرفع درجتك ويكفر سيئاتك فهي رسالة حب من الله سبحانه وتعالى، ستختلف نظرتك للحياه تماما يعني ستصبح متفائلا تخيل انسان مريض وبنفس الوقت هو متفائل برحمه الله وهذا حال النبي عليه الصلاه والسلام هذا حاله في كل شانه في حاله المرض في حاله الخوف في حاله الحرب في حاله الجوع في حاله الكوارث في كل ح... يعني عندما كان في غار حراء في غار ثور والمشركون على بعد خطوات منه يعني القضية هنا قضية حياة أو موت سيدنا أبو بكر الذي كان معه كان حزينا أصابه الحزن خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه في هذه اللحظة لم يقل له النبي خذ الاحتياطات وعمل كذا وتعال ندرس كذا ونقوم بكذا ونلجأ لكذا وفلا لا 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 إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا انظر إلى قوة التفاؤل لدى النبي في أصعب المواقف موقف فيه حياة أو موت يقول له لا تحزن إن الله معنا وكل الأنبياء كانوا هكذا أخي الحبيب يعني سيدنا موسى عندما وقف أمام البحر ومن ورائه فرعون موقف حياة أو موت دب اليأس والرعب في قلوب قومه وقالوا إن لمدركون مباشرة على الفور قال كلا إن معي ربي سيهدين أنا أريد لسان أن يكون لسان حالك أخي الحبيب، لسان حالك في كل موقف تتعرض له تقول كلا، عندما تشعر باليأس والإحباط والحاجة للناس وتشعر أو أو تشاهد خذلان الناس لك حتى القريبين منك أريد لسان حالك أن يقول كلا، يعني كلا للياس إن معي ربي سيهدين، أنظر كم تبعث هذه الكلمات من تفاؤل مهما كان الموقف الذي تتعرض له. الشيء الثالث اخي الحبيب او الرساله الثالثه عندما تتعسر معك قضيه ما، انسان تاخر زواجه مثلا، فتاه اغلقت الابواب في وجهها ولم يهيئ لها الله زوجا مناسبا على الرغم من تقدم العمر 30 40 50 سنه، يجب ان تنظر الى هذا الامر على انه رساله من الله. ما دام الانسان اخذ بالاسباب، ما دام الانسان يتقي الله ويدعو الله على الرغم من ذلك هناك تعسر في أمر إذا أنا أنظر لهذا الأمر أنه رسالة من الله أن الله أراد أن يمنع عني شرا أنا لا أعلمه وأتذكر الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم إنسان قد يحب السفر إلى بلد غربي مثلا قد يكون هلاكه هناك قد يخسر آخرته هناك منعك الله من هذا السفر هذه رسالة رسالة حب لك انه يحبك، انت اذا كان لديك طفل مدلل، ولد مدلل، غالي جدا على قلبك، تخاف عليه كثيرا، يعني من شدة خوفك عليه اي عمل يريد ان يعمله اذا خرج في الشارع تخاف عليه، تمسكه، تضمه الى صدرك، الطفل طبعا يقول لماذا ابي يفعل هذا؟ لماذا يمنعني من الخروج؟ لماذا يمنعني من الذهاب في هذه الرحلة؟ ابي يكرهني، ابي ك... هكذا يفكر. <applause> ولكن الحقيقة أن حبك له هو الذي يجعلك تمنعه من كثير من الأشياء التي قد يكون فيها ضرر أو فيها أذى له كذلك أخي الحبيب الله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فكل شيء يتعسر في حياتك انظر له أنه رسالة من الله وراءها خير كثير ولا تشغل نفسك بالتفكير بهذا الخير لأنك ستجد هذا الخير بعد سنوات وأنا أحدثك هذا الكلام عن تجربة آلاف المواقف مررت بها وتعسرت وكلها كان فيها خير في كلها ولكن أحيانا حتى أستوعب أنا الخير قد أجلس عشرين سنة أحيانا أقول لماذا حدث معي هذا قبل عشرين سنة أتذكر أنني الآن لولا هذا الخطأ أو هذه هذا التعسر الذي حدث قبل عشرين سنة لما كان الخير الذي أنا فيه الآن موجودا وبالتالي عندما تتعسر الأمور اعلم أن الله خبأ لك خيرا ولكن بشرط هنا, هنا يوجد شرط أن ترضى بقضاء الله وتتوكل على الله وتقول يا رب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واقدر للخير يا رب اقدر للخير حيث كان وردني به الرسالة الرابعة الحقيقة يعني غريبة جدا أنا أنا هكذا أجدها، أحيانا الإنسان يرتكب معصية، يرتكب شرا، يرتكب خطأ قاتلا، يخسر في تجارته، يتخذ قرار خاطئ، يختار زوجة غير مناسبة، يعني أحيانا يتعرض لسوء اختيار. طيب هذا الأمر أخي الحبيب إذا نظرت أنك أنت المسؤول عنه، وانه لا علاج له، ستعيش حياتك تعيسا، يائسا، بائسا بسبب هذا الامر. ولكن اذا نظرت على ان هذا الخطا الذي ارتكبته، ظاهريا طبعا، انه رساله من الله لاتوب اليه واكفر عن ذنبي ولاتعلم منه شيئا جديدا. نحن نعلم ان كل المخترعين مثل أديسون مثلا الذي اخترع المصباح الكهربائي ولديه مئات الاختراعات هذا الرجل كان يقول إنه أحيانا يحاول 999 وتسعة محاولة المحاولة الألف هي الناجحة ولكن المحاولات الأخرى ليست فاشلة هو يتعلم منها نحن نظن أنه فشل لا هو تعلم فحتى المعصية التي يرتكبها الإنسان بجهل منه وخطأ منه قد يكون فيها علم لك وفيها يعني ان تحذر من المستقبل ان تحذر من هذا النوع من المشاكل قد تتعرض لقرار خاطئ نتيجه تفكير غبي او تفكير يعني خاطئ فعل الانسان احيانا يتخذ قرارات يندم يقول لماذا قلت كذا انا لماذا تصرفت كذا لماذا فعلت كذا ولكن هذا الامر يكون رساله لك بشرط ان تستغفر الله فورا وان تطلب من الله ان يبدلك خيرا من هذا العمل. وهنا اريدك ان تتذكر معي حديث النبي عليه الصلاه والسلام، الذي يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، معصيه تقوم بها الان، عندما تتركها لله ثق تماما ان الله سيعوضك خيرا منها بالحلال، انسان ترك الزنا، كان ينوي ان يزني مثلا، او يرتكب الفاحشه. وترك هذا الامر من اجل الله فقط، لا يمنعه شيء الا الخوف من الله. الله سيعطيه ثوابا واجرا ويصرف عنه الشر ويرفع درجته عنده ويبدله بالزوجه الصالحه مثلا، يبدله بابن تقر عينه به، نحن نعلم ان دعاء المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا، في اخر سوره الفرقان تقريبا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يعني يا رب هذا الغلام الذي أنا يتعبني الآن ويعقني اجعله قرة عين لي هذه الزوجة أو هذا الزوج الذي أعاني معه أو معها اجعله قرة عين لي الله عز وجل قادر أن يبدل هذه الأخطاء بأشياء جميلة عوضه الله خيرا منهم لذلك في نفس سوره الفرقان الله تعالى يقول عن عن شخص زنى واشرك وارتكب الموبقات وشهد الزور واسرف وكذا كذا يقول الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الرساله الاخيره اخي الحبيب التي اود ان يعني نتعرف عليها قد يرسل الله لك رسالة عن طريق شخص طفل، عن طريق مقطع فيديو، عن طريق موقف تراه فيها معلومة جديدة لك، فيها تحذير لك، فيها تنبيه لك، يعني مثلا انسان تعود ان يسرع في سيارته ارعن يسير بسرعة هائلة وهو شاب متهور، رأى حادثا امامه فدب الرعب في قلبه ورأى صورة الدم والأشلاء والدمار احتراق مثلا هذه السيارات أو كذا فخاف ورجع هذه رسالة من الله لك أحيانا معلومة تأتيك عن طريق مقطع فيديو وأنت تقلب تأتيك معلومة بسيطة قد تغير حياتك اعلم أخي الحبيب أنه لا مصادفة في هذا الكون من الآخر أنا جلوسي الآن مبرمج عند الله مكتوب وكلامي هذا مكتوب وحياتي بيد الله وموتي بيد الله سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ الذي خلقني فهو يهدين، اذا كل اسباب الهدايه، كل الطرق التي اتوجه بها انا بهدايه من الله. والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يحيي يميتني ثم يحيين، فاذا هنا انت حياتك وشفاؤك وطعامك وشرابك وهدايتك وموتك بيد الله، اذا انت ماذا تفعل؟ ولا شيء، فسلم تسلم، ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا النوع من الرسائل اخي الحبيب الذي هو عبارة عن معلومة يسوقها الله لك، يجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى، هو رحمة من الله. رحمة. الله يسخر لك إنسان يوصل لك معلومة معينة، فهذا هذه هذا الأمر يتطلب منك أن تحمد الله أنه نبهك لخطأ ما. نبهك لي هناك إنسان لم ينتبه مثلا أنت انتبهت فدائما لسان حالك يجب أن يكون الحمد لله وأخيرا أيها الأحبة صدقني أفضل طريق يمكن أن تسلكه هو أن تكون مع الله في كل لحظة في كل حركة تتذكر الله في كل كلمة تقولها تتقي الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كل كلمة يجب أن تعلم أنك تملا كتابك بها الذي ستلقاه يوم القيامه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.